المعاناة الاقتصادية اللي موجودة بالفعل. وسائل الإعلام لها دور كبير جدا. اتفضل يا احمد بيه. عايز اقول لك على حاجه معلش، للاسف ان المواطن المصري هو اللي بيساعد على الفساد. انا كواحد نائب مش كلهم أكتر برضو مش معلش كلهم. انا جاني اكتر من حاله مش كله عشان ما نجمعش في المحليات في التراخيص، يقول لي فلان طلب مني فلوس، اقول له طب تعالى انا هاخدك ونروح مكتب الرقابه الاداريه ونعترف وتحترف، يقول لي لا 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 انا ارفض. طيب ما هو طالما رفض يعني فروق انا احكي لك على واقعه بسيطه كده حصلت في الشهر العقاري سريعا. والله ما في يعني فتح واحد يعني موظف احد الموظفين في الشهر العقاري مش هقول فين، دخل له مواطن بيقضي حاجه فبيحط له شوكولاته، قال له لا انا صايم، فالمهم حط له فلوس قال له متشكرين. لا انا قصدي لو المواطن نفسه شاف غلط او شاف فساد المفروض لازم يبلغ عنه، المفروض طبعاً. بغض النظر عن هو يعني هيجى ايه العقبه، لازم يبقى الضمير صاحي هو بيجيني، هو الرقيب. بس خلوني يعني هو يعني معلش انا اقول كلمه واحده هو بيجيني انا عشان احارب الفساد. انا احارب الفساد ازاي وانا غير معلوم او غير معلومه صح؟ المعلومات مش كافيه.